السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة جايلكم فيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة تنوريني بالاشتراك من علامة اشتراك تحت باللون الاحمر، وكمان فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. اولا حابة اشكركم جدا 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 على الكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي انتوا كتبتها لي الفيديو اللي فات. بجد مش عارفة اقول لكم ايه، وانا حاولت ان انا ادخل ارد على تعليق لان ده اللي انتوا بتستحقوه طبعا مني. بس فرحتوني جدا. حابه اشكركم جدا كمان على التفاعل بتاعكم معايا على اخر فيديو. يا رب نستمر كده مع بعض على طول، ويبقى في تفاعل كده بينا، ويعني ايه تفرحوني كده وتبسطوني زي ما انتوا بسطتوني في الفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا يا رب. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده في المقدمه، ويلا بقى بينا ندخل على الفيديو. انا اول حاجه هعملها هحضر معاكم فطار. الفيديو ده مش طويل، وزي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان الفيديو ده هيكون فيه جوله في المحل اللي انا جبت منه العبايه وعجبتكم جدا وكتير منكم سالني عليها. الفيديو ده ان شاء الله هيكون فيه الجوله، وبس الاول كده هحضر معاكم فطار سريع. على فكره ده كان يوم الجمعه اللي هو امبارح، الفيديو نزل لكم النهارده السبت. طبعا معرفتش اصور باقي اليوم لان انا كنت عند والدتي، فبروح يوم الجمعه عند والدتي. فهجهز معاكم كده الفطار سريعا، وهعمل كذا حاجه كده قبل ما انزل، وخلاص كده اليوم بتاعي هيبقى خلاص. بس اول حاجه بقى عملتها ان انا طلعت القرص الصغيره دي كده، كانت عندي في الفريزر، طلعت 2 على قد ما انا هفطر بس، وحطيتهم في الفرن يسخنوا. عايزه اقول لكم بيرجعوا اكنهم طازه بالظبط، يعني اكنك لسه جايباهم من الفرن. وكمان كنت هعمل شاي، وكنت مطلعه بقى كده عنب وتفاحه، قلت بقى يعني ايه ادلع نفسي كده في الفطار ده النهارده. ده كده العنب عندي كان مغسول في الثلاجه، بس هو مشبر لسه. على فكره انا كنت صاحيه من بدري في اليوم ده، وكنت خلاص شغلت القران وولعت البخور في الشقه، وروقت كده ترويقه سريعه، ويعني كنت بعمل الفطار هو اللي متاخر شويه، وقلت الفطار هو اللي هصوره معاكم. باقي الحاجه يعني ايه مش مستاهله عشان الفيديو ما يطولش كتير عليكم، لان الجوله يعني واخده وقت كبير من الفيديو. حطيت بقى هنا كده السكر والشاي بتاعي، وزي ما قلت لكم الميه كانت بتغلي في الكتل. اجيب بقى كده التفاحيه اقطعها معاكم. الفكره طبعا من الفطار ان احنا نتشجع ونفطر، لو احنا بنكسل عن فطار ما بنفطرش الكلام ده كله. لا، الفطار ده وجبه اساسيه ومهمه، وهو اهم وجبه في اليوم، فزي ما قلت لكم نهتم بيه حتى لو بحاجه بسيطه. لو ساندوتش بسيط كده على قد نفسك هتاخدي معاه حته فاكهه او الكلام ده، المهم ان احنا بنفطر. بس كده. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، في مفاجاه في الفيديو ده انا شخصيا لسه كنت عارفاها امبارح. هي ما كنتش عامله حسابها خالص، بس انا هقولها لكم في وقتها في جوه الفيديو، هتفرحكم جدا زي ما هي فرحتني. انا بالنسبه لي مش مستفاده منها حاجه، هي الافاده ليكم انتوا مش ليا انا. وهو هيكون خصم يعني، بس خصم حلو جدا على العبايه اللي انا جايباها، تمام؟ على الموديل ده يعني. العبايه على فكره انا دافعه فلوسها، ومش طالعه اعمل لها اعلان ولا حاجه، انا طالعه هعمل لكم الجوله دي علشان انتوا طلبتوا مني كتير قوي في الفيديو اللي انا كنت لابسه فيه العبايه البيضاء والعبايه الزيتي. قلت لي بتجيبي من عبايتك منين، وصورنا في المكان ده والكلام ده. ولما نزلت لكم الفيديو اللي فات بتاع العبايه السوداء اللي انا لبستها واخدت رايكم فيها، برضو كتير منكم سالني وقال لي نزلي الجوله وكده. فعلشان كده هو هيكون مفاجاه بالنسبه لكم سعرها. هو كان معمول عليها خصم ساعتها للقناه، بس امبارح نزل لي خصم عليها تاني علشان هي عجبتكم، وانا طلبت ده من المحل اللي انا بتعامل معاه. فصراحه هم مشكورين يعني ان هم عملوا حاجه زي كده. هقول لكم الخصم جوه الفيديو. جيت بقى هنا كنت حاطه دوره غسيل في الغساله، فهطلعها وهنشرها معاكم. كنت حاطاها كده قبل ما انزل، انا عندي اساسي ان انا بحب اغسل كل يوم علشان ما يكونش عندي غسيل متراكم عليا ولا الكلام ده. وزي ما بقول لكم كل حاجه عندي تبقى نظيفه حتى لو دوره بسيطه خالص، المهم ان انا بغسل. طبعا هو مش مسحوق على الفاضي ولا الكلام ده، لا، بس يعني ايه هو كنوع من انواع يعني زيه زي ترتيب البيت، الترويق، الكلام ده. برضو مهم جدا ان احنا نهتم بالغسيل والكلام ده وما نراكمهوش علينا، علشان ما نضطرش ان احنا نشغل الغسالة اكتر من مرة في اليوم والكلام ده. بس كده بقى هنشر الغسيل، وانا بنشر الغسيل بقى هستفاد بالوقت ده واقول لكم على 5 اسماء معايا النهاردة في الفيديو. مبسوطة جدا ان الفيديو اللي فات عجبكم لما انا قلت اسماء للمتابعين اللي هم طلبوا مني كده. لقيت ناس كتير جدا 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 كاتبالي ان تقولي اسمنا في الفيديو الجاي وكده، بس انا بعتذر لكم ان انا مش هقدر اقول كل الاسماء النهاردة، هقول كده كذا اسم وخلاص. والفيديو الجاي ان شاء الله هقول ان شاء الله عدد اكبر من كده، وفي الفيديوهات الجاية هنكمل مع بعض بنفس يعني النظام، ان انا كل فيديو هاخد مثلا 5 اسماء او حاجة وهقولهم. اول اسم معايا ايمان مامة محمود ولين او ليان. تاني اسم ندى هشام. تالت اسم معايا جنى وفيق.
رابع اسم معايا ام زياد الحوتي. خامس اسم معايا ميمونه من السعوديه. ويا جماعه يفضل طبعا ان انت تكتبي البلد اللي انت منها ايه بعد الاسم بتاعك، يعني مثلا هتقولي زي اخر اسم كده ميمونه من السعوديه، هتقولي اسمك وجنبيه البلد اللي انت منها، علشان طبعا نرحب بيكم، برحب بكل الناس اللي معايا دول وبكل الناس اللي معايا من بلاد تانية وبتتابعني، منورين القناه. يعني عايزه اقول لكم وان شاء الله نكون اكبر عيله في الدنيا، بحبكم جدا وبحب دعمكم ليا وتشجيعكم ليا وكلامكم الجميل قوي، ما تحرمش منكم ابدا والله. يعني مش عارفه اقول لكم ايه على الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه لي ده. على فكره انا كمان بستفاد منكم زي ما انتوا بتستفادوا مني، سواء بسالكم على رايكم في حاجه او مثلا ممكن اكون في حاجه عملتها في الفيديو فانتوا بيكون في تعليق مثلا مفيد بالنسبه لي، والكلام ده كله انا برضو بستفاد منكم زي ما انتوا بتستفادوا مني. يلا بينا ندخل على الجوله ونشوف اول حاجه معانا كده في المحل. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الله اكبر، عنده كميه يعني كبيره جدا جدا، كمان هو عنده مخزن غير ده من عبايات الاستقبال. هسيبكم بقى كده مع الجوله، ولو في حاجه محتاجه تعقيب مني هعقب لكم عليها. وريني بقى العبايه اللي انا خدتها، بس فريدي المقاس بتاعي عشان هما كانوا اتنين. يلا وريها لهم بقى كده اللي انا خدتها دي. دي العبايه السوداء بتاعتي اللي انا خدتها اهي. هي الشغل بتاعها كله على الصدر والكمام برضه. تتضايق برضه وكده؟ اه تتضايق من الجناب بقى. الكلام برضه لو حد رفيع ولا حاجه دي موجوده برضو. عندك منها كل المقاسات وبالوان مختلفه ما شاء الله، بالوانها كلها، في منها الرصاصي والنبيتي والاحمر تمام، وفي منها الاسود والكحلي تمام. الوانها كلها فوق، الالوان بتاعتها كلها فوق اهي موجوده. بصوا ما شاء الله هو عنده تشكيلات كتير جدا، الالوان بتاعتها كلها متوفره ومختلفه، وكل الشغل اللي هو لسه ما نزلش ده المكان اللي انت سالتوني عليه اللي انا كنت جايبه من عنده العبايات بتاعت الاستقبال بتاعتي، سالتوني كتير. اه سنتر اولاد حموده، هوريكم كمان المكان من بره، وكمان برده هو هيقول لكم العنوان بالظبط توصلوا هنا ازاي. عنده كمان ترنجات رجالي اهي، الدلات بتاعتها حلوه. ترنجات رجالي بسم الله ما شاء الله، عندنا كوليكشن كبير على فكره في الرجالي، بس دول احنا مجلين عارضينهم كده بس ايه، ونعرف الزبون ان احنا عندنا رجالي. ده الشغل كله الجديد بسم الله ما شاء الله، ثلاث قطع وقطعتين، خامات ميلتون 15 على 10، في اسعار متفوقه طبعا. لما يجي المتابعين تبع حضرتك اكيد هيتعامل معاهم احسن. خصم خاص للقناه طبعا، هيبقى في خصم جامد جدا. هتيجي تمام ليهم خصم خاص. عندنا شغل بسم الله ما شاء الله جدا. احنا دي بجمع ثلاث قطع شتوي، سنتر اولاد حموده، المحلين الاثنين في وش بعض، واحد للملابس والتاني للمفروشات اهو ما شاء الله في وشنا برده على طول، الاثنين في وش بعض. جايبه برده حاجات كتير من هنا من عنده. طبعا هيجي طبعا حضرتك هيبقى ليه خصم جميل جدا، عشان القناه بتاعتك طبعا لازم تبقى مميزه غير اي حد تاني. تمام باذن الله. برده لما يجوا يشرفونا هيبقى ليهم خصم جميل. تمام تعالى اسكندريه مرقوص، طبعا شارع العنبري خلف شارع الاسوق، شارع السوق. لو انت جاي من عند قهوه البطل هتخش شارع الاسوق، هتكسري شمال في يمين، هتقولي سنتر اولاد حموده، هتلاقي في يافطه منوره اهي برضه، هي سنتر اولاد حموده. ده هنا كده الجزء بتاع المفروشات زي ما قلت لكم، والجزء الثاني اللي هو هنا بتاع الملابس، الاثنين في وش بعض على طول. عنده بقى صيف شتوي، عندنا لينك برضه، عندنا قناه على التليجرام حضرتك هتنزلي، هنزل لك اللينك بتاع القناه بتاعه التليجرام والرقم. اول ما توصل عند قهوه البطل رن عليها وما تشغليش بالك، دقيقتين هتكون عند المحل. تمام عندنا اي حاجه تخص العروسه بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى افرجهم على بقيه التشكيلات اللي عندك دي. بصوا كل الحاجات دي عليها خصم للناس اللي هتيجي للقناه، دي حاجات كلها ثلاث قطع بجمات اهي، وهوريكم جوه عبايات الاستقبال برضو عنده عامله ازاي ما شاء الله. هي الحاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله، الجامات كلها شغل العرايس، الشغل بسم الله ما شاء الله. انا برضو بعلي لكم، بعلي الصوت بتاعي على قد ما اقدر عشان تسمعونا يا جماعه. بس الشغل بسم الله ما شاء الله، اي حاجه تخطر على بالك بالنسبه للبيجامة او الكلابيه او التريك كلها موجوده ما شاء الله. هو عامل تشكيله حلوه جدا في العرض، تشكيله كبيره جدا، شغل هاند ميد، مش الشغل اللي هو ايه اباليك، لا ده شغل هاند ميد، شغل يدوي. بسم الله ما شاء الله. تعالي برضو فرجيهم عليها. أحمد
ثانية واحدة ثانية واحدة. بصي شوف بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات هاند ميد كلها هتتعلم. كل الشغل ده جماعة هنا أي فيها مشكلة في السنتر تبع القناة هيبقى ليه خصم خاص جدا جدا ما اتعملش مع حد قبل باذن الله. بس على فكره احنا كمان عندنا عندهم كمان تشكيله الترنجات الرجالي جميله جدا ومميزه قوي صراحه، ماركات عاليه قوي يعني. بص مصنع الاتش جي ده بس ان شاء الله، عايز حاجه قطعتين هتلاقي، عايز حاجه ثلاث قطع هتلاقي. بص تشكيله كبيره جدا جدا جدا. تعالى ناخد جوله كده جوه نشوف المنتج ده. على فكره برده السيفي هنا، السيفي لسه موجود برده. السيفي هو السيف شتا شغال الاثنين ما بيشيلهوش، يعني انت لو جيت السيفي خدت لك ثلاث اربع حتت من الشغل السيفي تمام، هيبقى ليك خصم جامد قوي. اهو الجلاليب السيتي كلها موجوده زي ما انت شايف، تشكيله كبيره جدا. الشيتو بتاعتها كلها عنده جميع المقاسات والالوان والاشكال اللي تخطر على بالكم، وبيشتغل جمله برده عشان لو في حد عايز جمله والجروبات والكلام ده. في محافظه ثانيه بوصل لك اوردرات، ما عنديش اي مشكله. في شركات احنا بنتعامل معاها بتتعامل انت معاها وبتوصلك الحاجه لحد بيتك بالظبط. تمام باذن الله. ده بقى كده كل الشغل الجديد بتاع الشتوي، ده لسه نازل حالا اهو عنده، ده اللي انا واخده منه. تشكيله كبيره جدا طبعا في البروجات. اديهم فكره كده عن كام حاجه، افتح كام حاجه كده افضل برضه لما الناس تشوف. ممكن لما انا افرض انت تاخدي برضه انت عايز تبيع لي اي حاجه بالعافيه. طبعا. بصوا المقاسات كمان متوفره، الميزه ان كل المقاسات موجوده، يعني يلبس ان البروجات دي بتلبس من 60 كيلو لحد 120 كيلو. اي موديل تختاري من ميديم ل 2 اكس، ال 2 اكس بيجيب لحد 120 كيلو. بص المقاس العبايه بتاخد. بص ده اللارج يا جماعه، ما بالك ان ده اللارج، فطبعا اكيد الاكس والاثنين اكبر. بص في نمرتين اكبر من ده تمام. بصي برده كذا موديل برده الناس تاخد فكره. احنا بنديكم جوله كده سريعه. طب قول لنا كده اسعار بقى عشان الناس تبقى عارفه برضو الاسعار في ايه. انا هقول للناس المتابعين تبع حضرتك، طبعا احنا البروجات دي كلها بنبقى 340 و350 و320 تمام. اي بروجه هتيجي تختاري الشغل ده هيبقى عامل 280 جنيه تمام. السعر ده للمتابعين بس، لكن هي في المحل عندي الخامه دي عاليه، يعني لو قلت لي في محل تاني 250 او مش عارف ايه مفيش اي مشكله، هي بتبقى خامات مش اكتر من كده تمام. فرق خامات التقفيل برده اهم من الخامه. لا هو ما شاء الله الحاجه تقفلها اهي، بس تلاقي التقفيل معلش في الكلمه ما مش حلو. بص التقفيل عامل ازاي. بصوا بقى زي ما سمعتوا كده ان كان سعرها بعد الخصم اللي معمول للقناه 280 جنيه. امبارح بقى نزل لي عليها خصم تاني الموديل اللي انا واخداه ده، علشان لو حد عايز يجيب زيه. عايز اقول لكم الوانه تحفه جدا، الجري بتاعها حلو قوي، والكحلي والاحمر منها جميل جدا. نزل لي عليها خصم بقت ب 260 جنيه لاي حد هيروح ياخد الموديل اللي انا اخدته. ده خصم خاص ليا انا كده، وده على الموديل اللي انا اخدته. مش عارفه هو باقي الخصم على باقي الموديلات ولا لا، انا صراحه ما سالتش. يعني ال 260 جنيه دول على الموديلات الثانيه ولا لا، ولا على الموديل اللي انا لابساه. بس زي ما قلت لكم هم لما عرفوا ان العبايه عجبتكم وكده فعملوا عليها خصم باسمي انا، خصم خاص ليا انا المتابعين القناه تمام. والله يا جماعه انا دافعه فلوس الحاجه دي، انا لما اشتريتها انا كمان كنت واخده ترنج من عندهم، انا دافعه فلوسها، انا مش واخداها بعمل عنها اعلان. بس انا زي ما قلت لكم ان انا نزلت لكم الجوله دي علشان بناء على طلبكم والناس اللي حابه تعرف، وكمان جبت لكم خصم. بس كده، ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. كمان اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين نعمل تجمع يوم هناك عنده في المكان، الناس اللي حابه تشوفني او كده، والناس اللي عايزه برضو تاخد بخصومات. ممكن نعمل لكم عرض كده زي عرض البلاك فرايداي، يبقى يوم كده يكون مثلا يوم جمعه او حاجه، يبقى اليوم كله اوبن داي. قولوا لي لو حابين الفكره دي، هكلمهم في المحل واشوف لو ينفع نظبط يوم ونتقابل كلنا هناك. ده حلو قوي برضو، جميل جدا. حلو ان المصنع بيختار التنسيق مع الالوان، يعني بص اللون الهافان في الزيت جاي مع الهافان جامد قوي. المشكله بس ان الاضاءه هنا كمان ظلمه الحاجه كمان الالوان بتاعتها احلى من الاضاءه. على فكره يا جماعه لما تيجي تشوف الحاجه على الطبيعه الموضوع مختلف خالص ما شاء الله. لما تيجي على فكره، وكمان عندنا ترنجات برده الناس بتاخد جوله على الترنجات. اديهم بقى كده جوله سريعه اقول لهم حاجه. مصنع ميمو، انا هفرد لكم الثلاث حتت بتوع ميمو. ميمو ده والله العظيم ثلاثه عامل زي لقمه العيش، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. انت عن نفسك لما هتشوف الحته بتاعت ميمو انت عن نفسك هتستغرب ان في حاجه تحت. ده انا بجيبه كده بطلع الروح اقسم بالله. ده مصنع ميمو، هو المصنع بتاعه حاجه الله اكبر بقى. عايزك انت تمسكي الخامه عشان برده المصداقيه برده، عشان الناس طبعا اكيد بتثق فيك يعني. لا خامتها جميله ما شاء الله، هي مديه على الصوف شويه، حاجه عاليه قوي ما شاء الله جميل. بصي الجمال
مستحيل تقولي لي انا شفت الخامه الفرو دي قبل كده، مستحيل. بصي لا شكله حلو فعلا، ابعد بعيد عشان يبان اكتر. لا انا مالي خالص، احنا بس بنفرد عشان الزبون يبقى في مصداقيه ان المكان ده فيه حاجات حلوه. بس انت بقى لما هتيجي تشرفيني انا ممكن افرد لك المحل كله، ما عنديش اي مشكله. اي حد تبع حضرتك يعني، الله يخليك. ده من ذوقك. عامله ازاي؟ عايز اقول لكم يا جماعه والله العظيم فعلا التقفيل بتاع الحاجه حلو جدا، منتهى النظافه يعني في التقفيل والشغل. بصوا الميزه بقى ان الحاجه اللي على البوستر اللي بره ده هي نفس الحاجه اللي جوه. وعلى فكره ده ممكن تكون جوه كمان احلى كمان من الصوره على فكره. بصي الحته من جوه عامله ازاي، علشان طبعا الخامه. جميل ما شاء الله. شكله شيك قوي. بصوا دول الميدلوني اللي هو فردهم اهو، ده اللي هو الروز الفاتح خالص مع اللون الجري ده كده شكله. وريني كده البوستر بتاعه. ده كده شكله في الصورة وده كده شكله على الطبيعه. عايز اقول لكم هو هو واحلى كمان والله العظيم. عارف ان الناس موضوع الطبيعه ده بيفرق. ايوه فعلا الاونلاين والحاجات دي. اللي بعت لي الصوره على الطبيعه بتشتغل اونلاين كمان. طبعا شغال اونلاين كمان والتوصيل برده. الناس متابعين حضرتك، كل اللينك هينزل وهتخش عليها تشوف كل حاجه. رقمي باذن الله هيبقى نازل برده ضروري على الشاشه. ناس كتير احنا برده بنصور في قنوات ثانيه برده، ناس محترمه زي حضرتك كده برده، فالناس بتتوه. يبقى انت قايل رقم التليفون والعنوان والزبون يقول لك انا كنت بلف عليك، يبقى جنبك ويقعد ساعه والله العظيم او ساعتين يلف حوالين منك. تمام. على رقم التليفون ضروري تتصلي اي وقت من بعد الساعه 12 بالليل لحد الساعه 12 بالليل، ما عندناش اي مشكله تتصلي اي وقت. والجروب هينزل واي حاجه انت عايزها ابعتي لي على الواتس، وفي حجز وتوصيل لحد البيت في كل حاجه. وكمان الناس اللي عايزه تشتغل وتعمل جروبات خاصه بيها هي ليها اسعار خاصه طبعاً. وطبعا المنتجات والكميات متوفره يعني. وكده تيجي تشرفني في المحل واظبط لها كل الموضوع ده، ما عنديش اي مشكله باذن الله. بص احنا برده تشكيله كبيره عندنا في المحل من كل المصانع. اقول لكم برده اسعار يعني حاجه شبه كده، مثلا دي طبيعي جدا في المحل ب 380 و390، بس المتابعين حضرتك هتبقى عامله 330. تمام. دي فوق ال 400 جنيه في اي حته، ده لو لقيتها اصلا. ايوه فعلا عشان الثلاث قطع غالي. المصنع ده صعب انك تلاقيه في اي حته بامانه، بمنتهى الامانه. والثلاث قطع دي هتبقى عامله 320 المنحط. برضه عشان خاطر متابعين حضرتك. بص الجمال. هي من جوه دفايه ومن بره اللي هو الخامه اللي هي زي الفود دي. والتيشيرت قطن. والتيشيرت بتاعها طبعا أوكي. لو انت مش حابه الجو مثلا ساعتنا للساعه فتلبسيها براحتك. بصي برده الحته الجمال، الحته بتاعتين الحته برده في منتهى. شكلها جميل قوي ما شاء الله. حته حلوه جدا. شكلها حلو وخامتها جميله. عايزه اقول لكم ان هي مش باينه في التصوير، هي فيها زي خطوط كده اهي. طيب انا عشان ما اطولش عليهم الفيديو في حاجه تانية هتوريها لهم. انا مش عايزه اطول، انا عندي كل حاجه يعني الحمد لله. طيب بصوا هناخد بقى جوله سريعه كده. عبايات هتلاقوا دي الخامه الزبده الكور. في بنات كتير بتحب الخامه اللميه دي، موجوده كلها باشكالها بحلاوتها عشان الناس اللي بتحب تتمرن. واحده بسرعه النهارده ماشي. ده شكل البوستر بتاعها من بره. بس الجمال. انا بديكوا جوله يا جماعه، انتوا لما تيجوا المحل الموضوع هيبقى مختلف تماما يعني. بس هو الشغل الشانيل اللي فيها ده مش باين قوي. مش باين بس هو ايه؟ ايوه هو كده باين. كده باين. احنا بنقرب الكاميرا برضو عشان نشوف كل حاجه. دي خامتها زبده. دي خامه اللي هي الزبده الكول. ودي التيشيرت اهو. بص حتى المصنع وتقفيله وشغله حاجه بسم الله ما شاء الله. بس كده ثواني بس الحته نفس الشكل اللي على البوستر هو نفس الجو. وكمان الخامه والتقفيل زي ما قلنا الحمد لله. عندنا حسام فيكس، عندنا ماشا، عندنا ميمو، عندنا سمايل، بينك فلاي، المصانع اللي كل البنات بتحب تاخدها. تمام. اللي هي مصانع نمبر 1 يا طبعا. تمام. ناخد بقى جوله اخيره كده في الحاجه اللي عنده. ايه سريعا
الجماد دي بتاعت بنبناية، ومصنع ليمار ده برضو بسم الله ما شاء الله عليه برضو حاجته جميلة، ومصنع كيرة، والحتة الخروج دي جميلة جدا. ده تشكيلة لانجري كبيرة جدا برضو. طبعا اللانجري انت لما تيجي انا افرد لك افضل بكتير قوي. ايوه غير شغل السوق. حاجات كلها لوكسات، ترنجات الخروج اللي البنات كلها بتموت فيها، خامات بسم الله ما شاء الله، يعني خامات في الخروج الله اكبر عندي، بالذات في الشتو احسن كمان من الصيف. بس الشتو حلو قوي ده، جميل جدا جدا. بص الحته دي كمان حبيتي لو انت هتسافر امريكا ولا وريني بقى الزيتي ده. بص اللقطه دي، بص ده عجبني الزيتي ده تخن، وريهوني بقى. بس انا هشوفه مع نفسي ده بقى، هشوف بصوا بقى عايزه اخد رايكم كمان في الترنج الزيتي ده. ده عجبني جدا، ده ترنج خروج بس انا جبته علشان اصور بيه معاكم. هو طويل كده وليه البنطلون بتاعه شارلستون ابيض. عايزه اقول لكم شكله جميل جدا وخامته كمان حلوه قوي. هي في ناس بتخرج بيه بس انا جايباه علشان اصور بيه معاكم. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده، والجوله دي كده تكون عجبتكم. وبكده بقى الفيديو بتاعي النهارده هيكون خلاص. ما تنسوش تحطوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامه.